لقيتوا هاللعبة حد النهر لكان لأون جماعة الدرك؟ يمكن غرقت بالنهر. لا مستحيل هالشي، لا مستحيل. إن شاء الله نكون غلطانين، لسه عنا أمل. زهرتي وينك حبيبة قلبي انتي يا زهرتي الصفرة؟ وين رحتي؟ آخ آخ يا بيك، في واحد بده يشوفك. خليه يفوت. تفضل. انت شو جابك لهون؟ لك شبك الشرطة هون؟ يا بيك، انا جاي لحتى اعترف لك. حفيدتك زهرة انا خطفتها. شو؟ شو انت جنيت؟ تركيني. انا بعرف انك انت قلقان عليها، وانا كنت رح اقتلها بايدي. لك شو صار لي؟ يمكن لأنه بنتي عم تموت، هاي بنتي الوحيدة. صار لها شهور بالمشفى، ملحوشة بالمشفى وما بتقدر تتحرك، والعلاج بده كتير مصاري، كتير. كنت يائس وما كان عندي خيار تاني، كان لازم عالجها. صدقني ما كان عندي خيار تاني، وافقت مشان المصاري. كنت رح أقتل زهرة. نعم على قلبي وما كنت شايف حدا غير بنتي، بس صدقني أني ما قدرت أقتلها، ما ألي قلب. إذا هي ما أطفت الوردة فكيف بدي أقتلها؟ هي بتشبه بنتي، كانت وردة صفرة مثلها، كيف رح أقتلها؟ ما قدرت. وكمان هي علمتني درس وما بنسى. حفيدتك زهرة لطيفة مثل الوردة وقلبها طيب كتير، علمتني كتير. والشخص يلي كلفني بالمهمة هالمرة كنتك. كذاب، عم يفتري علي. افتراء مو؟ لسه بدك مصاري؟ ايه محتاج مصاري لبنتي. عندي مهمة لإلك رح تكون سهلة، اقتلها ورح ادفع لك يلي بدك ياه. انا بقتل حالي كرمال بنتي. تمام لك، بشوفك بكرة. الو، ما خلصت عليها لهلا؟ اقتلها وخلصنا منها وبسرعة. اقتلها، لا تترك اي دليل وراك. استني شوي. الو، لسه ما قتلتها لهلا؟ خلصني منها بقى. قتلها ولا تترك دليل وراك. خلاص، ما عاد في داعي ننكر. صحيح أنا مجرم، كنت رح أقتلها بكل دم بارد، بس هالمرة شيطان. كذاب، هالزلمة كذاب، عم يفتري علي. بحلف لك هذا كذاب، صدقوني انا ما بعرف هالزلمه ولا حتى بحياتي شفته. امشي عميك، امشي. لا تصدقوا هذا كذاب. لك مرتي شو دخلها؟ صدقوني ما بعرف هالزلمه والله بحياتي ما شفته. امشي بلا صوت. قلت لكم ما بعرفه لهالزلمه، ليش ما عم تصدقوني؟ لك انا امشي. شو دخلني يا مدام؟ تحكي هالحكي بمركز الشرطه. خالتي انا رجعت، شكرا كثير لك. عم حسين اخذني على قبل امي اليوم، ما رح انسى هالمعروف ابدا. شكرا. لك وينها زهرة؟ وينها؟ وينها؟ برا، ما كان بدي اياها تسمع الحديث، ما بدي اياها تعرف اني كان بدي اقتلها، لهيك تركتها تلعب برا. جيبها لهون، جيب لي زهرتي الصفرة، جيب لي حفيدتي زهرة لعندي. زهرة، جدك عم ينادي لك.
أنا آسفة يا جدي. اشتقت لك كتير زهرتي، ليش هيك عملتي بجدك يا بنتي؟ جدو أنا اشتقت لك كتير يا عمري. أنتي تعي يا حبيبة قلبي أنتي. آسفة إني رحت بدون إذنك يا جدي، رح تسامحني؟ طبعا مسامحك، المهم إنك رجعتي بالسلامة يا عمري. تعرف شو جدي؟ عم حسين قلبه طيب كتير وأخذني حتى زور قبر أمي. شكراً عم حسين. تعرفي شو يا زهرة الحلوة؟ أنت بتشبهي بنتي سيلين. أنا جاهز روح. لا تروح. سامحيني ماشي؟ أنا آسف، بس أنت ما عملت شي غلط. تفضل. المدعي العام رح يطلب الأدلة، برجعها بس نخلص. تفضل سيادتك، تفضل. تفضل عمو، دعا مرة تانية، رح استناك وجيب بنتك. أنا وجدي رح ندعي له مشان الطيبة بسرعة. مزبوط جدي؟ طبعا بنتي طبعا. الله يكون معك، خليكي مثل ما انتي. امشي. حضرة الضابط بس دقيقة دقيقة. صحيح انه هذا الزلمة خطف حفيدتي، بس بعدين ندم على هالشي. مو بس هيك، كمان اخذ زهرتي لحتى تزور قبر امه وابوها، وما رح انساله هالمعروف. ولهيك اسمح لي انا كمان رد المعروف لبنتك اللي بالمشفى. هذا الشيك كنت مجهزه لاعطيه لجمعية خيرية، بس سبحان الله طلع من نصيب بنتك انت. تفضل. مو قلت لي انك محتاج مصاري مشان علاج بنتك اللي بالمشفى؟ بس انا اعتبره امر من قاضي متقاعد، وهالقرار غير قابل للاستئناف، ولا يمكن الطعن بقرار القاضي ابدا، ما هيك بيقولوا بالمحكمة؟ تعال خود. الله يبارك فيك. وأخيرا زهرتي الصفرة الحلوة رجعت لحضن جدة بالسلامة. يا عم خلينا نمشي. طلع يلا. زهرة وينك يا بنتي؟ تعي لعندي شوي. أنا جيت. تتذكري وين نحن وصلنا بالدرس؟ الوردات. إلا كان فيك تعلميني كيف أحكي مع الوردات؟ علميني، خلينا نبلش يلا. أنا هلأ رح أسأل وانتي رح تجاوبي، وبعدين منغني الغنية مع بعضنا. تمام؟ تمام ماشي. سألت الزهرة الصفراء، يا ترى في عندها أم وأب؟ قالت الأرض هي أمي وحبات الرمل أخواتي. سألت الزهرة الصفراء، فينا نضل عايشين للأبد؟ في مكان واحد بس وهو جنات النعيم. طيب سألت الزهرة الصفراء،
شو هو دورنا بالحياة؟ الخالق أعطانا الحياة لندعي وعم السلام. لا إله إلا الله يا الله. لا لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.